رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لاستعراض الملامح الأولية لموازنة العام القادم. دول العالم تستقبل العام الجديد 2019 باحتفالات ضخمة. الحرب في سوريا تخلف نحو 20,000 قتيل في عام 2018، وقوات الجيش تسيطر على أكثر من 60% من مساحة البلاد. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة صباحا في غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل للأخبار. أهلا بكم. ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض الملامح الأولية لمشروع موازنة العام القادم بحضور وزيري التخطيط والمالية ونائبي الوزيرين. وأكد مدبولي ضرورة الالتزام بتوجه الحكومة في خفض الإنفاق لتقليل عجز الموازنة، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على حجم الاستثمارات الحكومية. وطالب رئيس الوزراء بزيادة المبالغ المخصصة لتلك الاستثمارات نظرا لدورها الحيوي في دفع جهود التنمية والارتقاء بالبنية الأساسية والمرافق والخدمات وتوفير فرص العمل. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل هشام حامد. هشام، كيف تابعت اجتماع رئيس مجلس الوزراء وأبرز ما جاء فيه؟ نعم، يعني هو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لاستعراض الملامح الأولية لمشروع موازنة العام القادم بحضور وزيري التخطيط والمالية. وزير المالية خلال الاجتماع أكد أن مشروع الموازنة الجديد سوف يولي اهتمام كبير بتعزيز مجالات التنمية البشرية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن فترة ولايته الثانية سوف تركز على مشروع بناء الإنسان، خاصة في مجالات الصحة والتعليم. وكلنا نرى حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ومشروع التأمين الصحي الذي يتم الإعداد له بشكل كبير جدا، وسوف تكون بداية هذا المشروع في محافظة بورسعيد ثم باقي محافظات الجمهورية، وأيضا المشروع القومي للتعليم. رئيس الوزراء خلال هذا الاجتماع شدد على ضرورة الالتزام في الموازنة العامة بتوجه الحكومة في خفض الانفاق لتقليل عجز الموازنة والدين العام. رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي عقد اجتماع عدة أو سلسلة اجتماعات تتعلق بهذا الموضوع، فيما يتعلق باستراتيجية الدين العام والسيطرة عليه وتقليل الديون الخارجية والداخلية، وأيضا عملية السيطرة على القروض. رئيس الوزراء خلال هذه الاجتماعات، اجتماع الخاص بالموازنة الجديدة وأيضا سلسلة الاجتماعات التي عقدها الأسبوع الماضي، كان يشدد دوما على سياسة ترشيد الاقتراض من الخارج والاستيراد أيضا من الخارج، خاصة منع الاستيراد فيما يتعلق بالسلع التي لها نظير محلي أو السلع غير الضرورية، ومن ثم تقليل أو تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية، وكل ذلك يصب في هدف أخير وهو تخفيض عجز الموازنة. نعم. شكرا لك هشام حامد مراسل النيل، كنت معنا عبر الهاتف. وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم هرم زوسر قبل نهاية يونيو القادم. جاء ذلك خلال تفقد مدبولي لمنطقة آثار سقارة بمرافقة وزير الآثار خالد العناني للوقوف على مشروعات الترميم الجارية بها، وكذلك عمل البعثات الأثرية بالمنطقة. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع قريبا مع محافظ الجيزة لبحث تطوير طريق المريوطية المؤدي إلى منطقة آثار سقارة لتيسير الحركة المرورية على السائحين.
في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة، وصل عدد من الوحدات البحرية المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري الموج الأحمر 1 بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر، الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية السعودية والأردنية والجيبوتية والسودانية واليمنية، والتي تستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية. وتتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات تتناول طرق اشتراك القوات والوحدات البحرية في مراحل التخطيط البحري، بما يحقق التفاهم والتكامل بين العناصر والقوات المشاركة. عززت القوات المسلحة ووزارة الداخلية جهودهما المشتركة لتأمين احتفالات الشعب المصري بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، كما عززت من انتشارها لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية. عززت القوات المسلحة جهودها لتأمين احتفالات الشعب المصري بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، كذلك تأمين المنشآت والأهداف الحيوية ودور العبادة، وفقاً لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الأجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية. وانتشرت عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة بمحيط الكنائس والأديرة، كما تم فرض طوق أمني على مسافات آمنة حول دور العبادة. كما كثفت الدوريات والأقوال الأمنية من عناصر القوات المسلحة من جولاتها بكافة المحاور المرورية، مدعومة بأحدث المعدات ومجهزة بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة. ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة جميع العناصر المكلفة بالتأمين بأعلى درجات اليقظة والحذر، وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. الأهرامات التي كانت دوما شاهدة على التاريخ لا تزال مقصد المصريين والسائحين من مختلف أنحاء العالم في عطلة أعياد الميلاد ونهاية العام. فبجوار أهرامات الجيزة حرص العديد من السائحين على الاحتفال ببداية عام جديد، مرسلين رسائل سلام من أرض السلام والحضارة إلى مختلف أنحاء العالم. أعزائي المشاهدين، صباح الخير وصباح الأمل وصباح السعادة. احنا دلوقتي في منطقة اهرامات الجيزة، جينا علشان نشوف حركة السياحة عاملة ازاي. نقول لكم ما احنا عشان نتكلم كتير، نشوف مع بعض الصورة ونشوف السياحة لوين. كان حلم حياتي أن أتي إلى مصر، وتحقق الحلم وجئت كي أستمتع برأس السنة فيها. Helpful
أهل مصر طيبين ويساعدوننا جيدا، فمنذ أن أتينا وأنا أشعر بالأمان في هذا البلد. أنا أحب محمد صلاح، وجئت إلى هنا لكي أرى البلد التي أنجبت هذا النجم العالمي، ورأيت أنها بلد جميلة وشعبها طيب. الأمر خرافي، فكل شيء هنا مختلف عن بلدنا، فأنا أسير وسط الناس بأمان وأرى الخيول والناس طيبون. أعزائي المشاهدين، خلصت فقرتنا النهاردة، وإلى اللقاء في فقرة أخرى، وصباح الخير يا مصر، وتحياتي لكم رمضان الشحات. أجرى نحو 1,350,000 مواطن المسحة الطبية بمحافظة المنوفية في إطار حملة 100,000,000 صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. وأكد الدكتور ممدوح عبد الحليم المنسق العام للحملة في المنوفية جاهزية 12 مستشفى لعلاج الأمراض غير السارية و17 مكانا آخر لعلاج فيروس سي. في المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس 100,000,000 صحة، 53% من المستهدف في المنوفية تحقق من أصل 2,546,374 مواطن. وصلنا إن شاء الله حتى نهاية يوم 30 بالأمس إن شاء الله لنسبة 1,350,000 إن شاء الله تقريبا، من 2,546,374 بنسبة 53%. نقول للناس كلنا لازم نحلل ولازم نشوف الفيروس علشان نبقى في صحة جيدة ومصر تبقى حلو. بالمجان تقدم الدولة الكشف عن فيروس سي وعلاجه، ومعه أيضا الأمراض غير السارية. الناس اللي معايا واللي ما معاياش كله بيطمن على صحته وعلى نفسه، ويشكر جدا جدا أن قوم الحملة دي للمسلمين والمسيحيين والدنيا كلها بتشوف صحتها. وفرت على ناس كتير ما كانتش لديها القدره الماليه انها تروح تشوف الحاله الصحيه وتتابع الحاله الصحيه بتاعتها، وكان كده اصلا يعني الكسل بتاع ان الواحد يتابع حالته الصحيه بيضيع ناس كتير جدا ما يكونش عندهم وعي ان هم عندهم مثلا الفيروس سي او السكر، وان هي دي امراض اصلا منتشره الايام دي. نشكر ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا ثم سياده الرئيس على ان يعني الناس كانت محتاجه ديت لفته جميله، وطبعا صحه البني ادم دي هي اول حاجه. 776 فرقة طبية في المنوفية يستقبلون المواطنين في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف صحة الإنسان المصري. بشكل دقيق وعلى مدار 12 ساعة يوميا يتم الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية في المنوفية من خلال جهاز الميزان والطول ومعه جهاز الضغط والسكر بالنسبة للأمراض غير السارية وجهاز رابيد تيست للكشف عن فيروس سي، والناتج تحقيق نحو 53% من المستهدف في المنوفية. من لم يأتي لديه الفرصة حتى آخر فبراير 2019. أحمد نبيل، التلفزيون المصري. تواصل المراكز الطبية المنوطة بعملية المسح الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية للمواطنين، تواصل عملها خلال المرحلة الثانية، كما تواصل المراكز العلاجية صرف العلاج للحاملين لفيروس سي والذي تصل نسبتهم إلى 5% في مستشفى حميات بنها. تواصل مصر تنفيذ تعدادها الاقتصادي الخامس الذي بدأته في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن ينتهي في مايو 2019. وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارية دكتورة هالة السعيد إن البيانات التي يتم جمعها في التعداد تعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذ القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية السعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
الخروج بقاعدة بيانات شاملة ودقيقة لكافة مقومات الأنشطة الاقتصادية في الدولة، هدف يسعى إلى تحقيقه التعداد الاقتصادي كل 5 أعوام، لكن الجديد هذه المرة هو استخدام التكنولوجيا في جمع البيانات. التعداد الإلكتروني له مزايا كثيرة جدا، لأنه هو بيديه البيانات بشكل أسرع، بيديهني بشكل دقيق، بقدر أن أتابع فيها اللي بيحصل على التعداد في موقع العمل، فتأكد أنه فعلا راح المكان وحصل منه على البيانات، بالإضافة أن بقى فيه قدر من المراقبة والتأكد من الجودة. دمج الاقتصاد غير الرسمي أحد أهداف الدولة المرجوة من التعداد الاقتصادي للخروج بصورة دقيقة للأوضاع الاقتصادية من أجل التخطيط لمستقبل أفضل. في تقديرات لهذا القطاع الغير رسمي هو في حدود 40%. احنا طبعا بنأمل تعاون كافة المنشآت معنا في الحصول على بيانات عن هذا القطاع، عشان كده برضو بنعول على الإعلام الحقيقة في التوعية الصحيحة للقطاع ده، في انه يدي بيانات قريبة من الدقة ودقيقة عن حجم القطاع، لان احنا هدفنا الوقوف الى جانب هذا القطاع ومساندته. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوضح أن من أهم البيانات التي سيوفرها التعداد معرفة الاحتياجات المستقبلية من العمالة والإجور وحركة الأصول والإنتاج والمبيعات، فضلا عن أهمية توظيف البيانات في خطط رفع معدل النمو والناتج الإجمالي. ده في حد ذاته أنت بتساعد في أو بتساهم في أن يكون في تحقيق للنمو الاقتصادي من خلال بقى الناتج المحلي، بترصد الناتج المحلي وبترصد كل اللي انت محتاجه خلال الفترة دي عشان خاطر تعالج المشاكل الخاصة بالاقتصاد الرسمي. خطة عمل التعداد تضمنت تدريب الباحثين الميدانيين المكلفين بجمع البيانات في فن التعامل مع أصحاب المنشآت الاقتصادية بأحجامها المختلفة. احنا بندرب الباحث على أسلوب فن المقابلة، بالإضافة انه هو تمكنه من المادة العلمية والموجود في الاستمارة واقتناعه بالعمل بيقدر يوصل للمبحوث ان هو يقتنع بالباحث اللي قدامه. الجهاز اكد على سرية البيانات للمنشآت التي سيتم جمع بياناتها والتي تستخدم للاغراض الاحصائية، مناشدا اصحاب الاعمال والمنشآت بالتعاون مع الباحثين والادلاء بالبيانات الدقيقة عن انشطتهم الاقتصادية للخروج بمعادلة الفائدة المشتركة لكل من صاحب النشاط الاقتصادي والدولة. اهمية قصوى يحملها التعداد الاقتصادي الخامس الذي تنفذ الدولة اعماله الميدانية حاليا، ليس فقط لكونه يقترب من معرفة الحجم الحقيقي للاقتصاد غير الرسمي، ولكن لكونه يوفر إلكترونيا ورقميا بيانات تفصيلية دقيقة ومهمة من شأنها أن تعمل على رسم سياسات اقتصادية وخطط مستقبلية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للدولة. محمد العارف، النيل. أعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع عن كثب موقف الصيادين المصريين المحتجزين في إيران بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير رسمي. وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج إنه جار عرض الصيادين على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم، وأكد استمرار جهود وزارة الخارجية للتأكد من سلامتهم والإفراج عنهم. احتفلت دول العالم بقدوم العام الجديد 2019، حيث دعا العديد من قادة وزعماء العالم إلى الوحدة وتجنب الخلاف. وقامت العديد من الدول الأوروبية بتنظيم احتفالات ضخمة غلب عليها طابع الإبهار، ففي سيدني أكبر المدن الأسترالية تم تنظيم عرض كبير للألعاب النارية، حيث أضاءت كمية قياسية من الأسهم والمؤثرات البصرية الجديدة سماء المدينة بألوان وأشكال متنوعة. وفي هونغ كونغ احتشد مئات الآلاف في الشوارع على جانبي ميناء فيكتوريا في المدينة للاستمتاع بعرض للألعاب النارية، واستخدمت في العرض ألعاب نارية بقيمة تصل إلى 1,800,000 دولار لتلون ناطحات السحاب بالألوان التي رافقتها الموسيقى. شهد عام 2018 سقوط حوالي 20,000 قتيل في سوريا، والتي تعد أدنى حصيلة منذ اندلاع النزاع هناك قبل نحو 8 سنوات، وفقا لما أعلنته منظمات إنسانية سورية،
كما حققت قوات الجيش السوري بدعم روسي انتصارات واسعة على الأرض، وباتت تسيطر على أكثر من 60% من مساحة البلاد، وكبدت فصائل المعارضة وتنظيم داعش خسائر كبيرة. ميدانيا، أصيب مدنيان جراء اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على مدينة محردة بريف حماه الشمالي. دخل الجيش السوري مدينة منبج الحدودية ذات الغالبية الكردية شمال سوريا حسبما أفاد بيان لقيادة الجيش. وأضاف البيان أن تدخل الجيش السوري جاء بناء على رغبة من قوات حماية الشعب الكردية بالتدخل الفوري للجيش في مواجهة الغزو التركي. يشار إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية كانت تحارب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا إلى جانب القوات الأمريكية، في الوقت الذي تعتبرها تركيا جماعات إرهابية تهدد الأمن في منبج التي تبعد نحو 16 كيلو عن الحدود السورية التركية غرب نهر الفرات. عودة مشاهدينا الكرام لمتابعة المرحلة الثانية من عملية المسح الطبي الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية، حيث تواصل المراكز الطبية المنوطة بعملية المسح الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية للمواطنين تواصل عملها خلال المرحلة الثانية، كما تواصل المراكز العلاجية صرف العلاج للحاملين لفيروس سي والذي تصل نسبتهم إلى 5% من مستشفى حميات بنها. معنا للمزيد من المتابعة مراسل النيل محمد حلمي. محمد، كيف تتابع عمليات توزيع العلاج على مرضى فيروس سي وذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس لحملة 100 مليون صحة؟ بالفعل شهاب، كما تشاهد في الخلفية العديد من المواطنين هنا منفذ صرف العلاج للمواطنين هنا في محافظة القليوبية، منفذ حميات بنا واحد من المنافذ الأربعة التي يتم صرف العلاج لها. أنت تعلم أن محافظة القليوبية من المحافظات التسعة في المرحلة الأولى التي تم عمل انتهاء من المسح الطبي لها، ووصل عدد الحالات إلى 5% من تعداد الذين تم عمل المسح الطبي لهم، أي حوالي أكثر من 120 مليون مواطن. تم عمل بي سي آر شهاب لأكثر من 57 ألف مواطن وصرف العلاج لأكثر من 30 ألف مواطن. يمكن معي الدكتور حمدي الطباخ وكيل أول وزارة الصحة بالقليوبية لإلقاء المزيد لتيسيرات صرف العلاج للمواطنين وعمل البي سي آر. تحياتي لحضرتك أستاذ محمد. أنا بس عايز قبل ما أقول لك التيسيرات اللي احنا عملناها، عايز أقول لحضرتك على رقم علاج فيروس سي في محافظة القليوبية بدأ سنة 2009. من 2009 مرورا ب 2014 بداية العلاج الصفالدي والدكلانزا لحد 2018 تم علاج 25 ألف مواطن. من بداية التحدي الأكبر لمبادرة فخامة الرئيس للكشف المبكر عن فيروس سي وعلاج المرضى المصابين لحد النهاردة، تم الكشف عن 2,746,000 مواطن. زي ما سيادتك تفضلت وقلت، فيهم 57 ألف مواطن عندهم يعني فيروس سي إيجابي بالبي سي آر، منهم دلوقتي 30 ألف أو أكثر من 30 ألف خدوا العلاج بين الجرعة الأولى وبين الجرعة الثانية وبين الجرعة الثالثة. ده إنجاز وده تحدي غير مسبوق، إن احنا في 9 سنين أو في شهرين بالضبط أو أقل من شهرين تم علاج ما لم يتم علاجه في 9 سنوات. عايز اقول ان ده بيتم بمتابعه شديده جدا من معالي الوزيره وسياده المحافظ وكل فرق العمل الموجودين في محافظه القليوبيه. عايز نقول للمواطن بتاع محافظه القليوبيه ان ما زالت الفرصه امام سيادتك، عندنا 11 مركز في المحافظه ما زالوا مستمرين للعمل الكشف المبكر عن فيروس سي. مراكز العلاج الاربعه اللي سيادتك قلت عليهم وفيهم المركز الرئيسي في مستشفى حميات بنها مستمرين في تقديم العلاج حتى علاج اخر مريض في مصاب في محافظه القليوبيه بفيروس سي. كل الامكانيات المتاحه، وده اللي خلاها حصلت الطفره الضخمه جدا اللي حصلت في الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، ان تم توفير الاشعه والاطباء الاشعه المعامل المركزي، توفير الكيماويات المستلزمات
الوزارة دعمانا بملايين الجنيهات ان احنا نشتري كل المستلزمات اللي ناقصانا. مفيش حاجة واقفة قصاد المبادرة. اللي بيتم في شهر بيتعمل في يوم، واللي بيتم في يوم بيتعمل في ساعة في المبادرة. احنا التليفونات متاحة للناس كلها، بحيث ان اي مريض موجود على ارض محافظة القلوبية ما خدش علاجه، ما حللش بي سي ار، ما حللش التحليل المبدئي، يتصل فورا ويجينا فورا على أوبة الاستعداد نروح له لحد مكانه كشفا وتحليلا وعلاجا كمان. وده شهاب اللي ادى الى وجود انطباعات ايجابيه من كافه المواطنين الموجودين هنا في مستشفى حميات بنها، لان كافه التحاليل وكافه الابحاث منهم البي سي ار والاشعاعات بتتم وصرف العلاج بيتم بالمجان، وبالتالي بيؤكد ان هناك عزيمه وتاكيد من الشعب والدوله بالقضاء على هذا الفيروس وخلوه من فيروس سي بحلول عام 2020. معك شهاب. شكرا لك محمد حلمي، وشكرا لضيفك الكريم. أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استعداد بلاده الكامل للتعاون مع جميع القوات الأخرى المرتبطة بالملف السوري حال انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية. ونفى عبد المهدي وجود أي قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بزيارة قاعدة عسكرية عراقية يتواجد فيها بعض الجنود الأمريكيين. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن طائرات من طراز F-16 قصفت اجتماعا يضم 30 قياديا من تنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية. وذكرت القيادة في بيان أن طائرات عراقية نفذت ضربات موجعة ومؤثرة في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية، وأشارت إلى أن القصف دمر الهدف بالكامل وكان عبارة عن منزل يستخدم وكرا للإرهابيين وعقد الاجتماعات فيه. هدد برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة بوقف المساعدات الغذائية المخصصة لليمنيين على خلفية اتهامه للحوثيين بسرقة ونهب تلك المساعدات وبيعها في المناطق التي يسيطرون عليها. من جهة أخرى، شنت قوات الجيش هجوما واسعا تمكنت خلاله من السيطرة على مواقع جديدة كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في مديرية باقم، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 حوثيين وسقوط عشرات الجرحى. يأتي هذا فيما قتل 4 مدنيين وأصيب 2 آخران جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في مديرية المخا بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الملك اليوسفي الكاتب والمحلل السياسي اليمني. دكتور عبد الملك، بعد التحية، هل يعد تهديد الأمم المتحدة وبالتحديد برنامج الغذاء العالمي بوقف المساعدات الغذائية المخصصة لليمنيين على خلفية اتهامه للحوثيين بسرقة ونهب تلك المساعدات، هل يعد قطعها هو الحل بدلا من حماية هذه المساعدات وتوصيلها للمستحقين؟ اولا دعنا نتحدث عن دلالات البيان الصادر عن برنامج الغذاء العالمي في جنيف، يعني في مكاتب المكتب الامم المتحده الرئيسي. وننظر للمعالجات مساله ايقاف الغذاء، هو يعني حتى نكون موضوعيين، برنامج الغذاء العالمي اللي مهدد بقطع المساعدات هو لوح اتخاذ بديل لتوزيع الأغذية إيصال النقد المباشر، هكذا تحدث صادق الرسمي لبرنامج الغذاء العالمي. لكن يعني لنقرأ الموقف بطبيعته، نجد أنه برنامج الغذاء العالمي وبالذات المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في جنيف ليست المرة الأولى التي يكشف الصورة الحقيقية للحوثيين. فقد سبق بمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أن اتهم الحوثيين صراحة بالسطو على مواقع مخازن برنامج الغذاء العالمي واتخاذها سكنات عسكرية. هذا الأمر يعني تكرر اليوم بكشف عن الطبيعة المفيوزية للميليشيا الحوثية، حيث ظهر للعالم أنهم مجرد لصوص وجريمة منظمة وقطاع طرق.
هذا هو ما نفهمه من تقرير برنامج الغذاء العالمي من البيان. هذا البيان سبق استقصاء شامل قامت به وكالة أسوسييتد بريس، ثم حتى رويترز كانت أخذت تصريحات وتناقلت الخبر وأخذت تصريحات من مدير برنامج الغذاء العالمي الذي تحدث عن سرقة العصابة الحوثية للميليشيا الحوثية للغذاء من فم الجياع، وأطفال اليمن لا يجدون ما يأكلون. ثم قال لا بد أن يتوقف هذا الإجرام فورا. هذه المسائل كلها دلالتها أنه الشبكات الناعمة التي كانت تخدم العصابة الحوثية الآن ينكشف كذبها وخداعها وزيفها. الموظفين الأمميين في اليمن الذين يتغاضون عن الميليشيا الحوثية أصبحوا الآن كذابين، يعني خصوصا موظفي برنامج الغذاء العالمي الذين تواطؤوا مع الحوثيين لفترة طويلة. أصبح الآن هنالك العالم بدأ يرى الصورة على حقيقتها، وهذه مبادرة جيدة. نتمنى أن تنتقل إلى قطاع إلى أشكال أخرى وإلى آفاق أخرى من التعاطي مع الميليشيا الحوثية، التي ستكشف للعالم أن دولة اليمن مختطفة من قبل عصابة إجرامية وجريمة منظمة تمنح للدولة اليمنية الحق الكامل في شن الحرب من أجل استعادة الدولة. وصلت الفكرة. شكرا لك عبد الملك اليوسفي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في رسالته بمناسبة رأس السنة أن الحكومة يمكنها القيام بعمل أفضل لتحسين حياة المواطنين، لكنه طالب الفرنسيين بالقبول بالواقع، وذلك بعد أسابيع من تحركات للسترات الصفراء احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية. من جهة أخرى، تجمع متظاهرون من حركة السترات الصفراء ليلة رأس السنة في باريس ومدن كبرى أخرى للمطالبة بمزيد من الإجراءات لصالح الفقراء، وانضم المتظاهرون إلى عشرات الآلاف من السياح الذين تجمعوا في جادة الشانزليزي الشهيرة في باريس، الذي كان قد شكل في وقت سابق مسرحا لمواجهات بين المتظاهرين والشرطة. أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن لديه عزما ثابتا لتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة سلام مستدام، وقال في خطاب أدلى به بمناسبة رأس السنة الجديدة إنه بفضل جهوده الذاتية والإيجابية تشكل تيار يتجه إلى السلام في شبه الجزيرة الكورية، وإن حكومة بيونغ يانغ مصممة على إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، مؤكدا عدم تصنيع أسلحة نووية في كوريا الشمالية أو استخدامها أو نشرها. الآن مشاهدينا أولى وقفاتنا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع مجد القاضي بعد الفاصل. مشاهدينا اهلا بكم، وقفتنا الاقتصاديه في البانوراما وفيها
وزير النقل يؤكد الانتهاء من تنفيذ كباري طريق السويس نفق الشهيد أحمد حمدي خلال يناير الجاري بتكلفة إجمالية تبلغ 492 مليون جنيه. أهلا بكم مجددا. أعلن دكتور هشام عرفات وزير النقل أن كباري طريق السويس نفق الشهيد أحمد حمدي سوف تكون جاهزة للتشغيل التجريبي خلال شهر يناير الحالي بتكلفة إجمالية تبلغ 492 مليون جنيه، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل. وأضاف الوزير أن المشروع يأتي في إطار حل الاختناقات المرورية على طريق القاهرة السويس النفق وربط العاصمة الإدارية بمناطق التنمية بإقليم القناة وجنوب سيناء. وأكد الوزير الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة من الكباري بنسبة تنفيذ بلغت 96% من أعمال المشروع، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الكباري تم إنجازها بنسبة 100%. أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، وكذلك توفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصري. وأوضح نصار أن عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلي، تشمل مشروعا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية. وأضاف الوزير أنه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ب 12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص. قال وزير التجارة عمرو نصار أنه من المخطط خلال عام 2019 إطلاق مبادرة شجع صادرات بلدنا لتفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج في الترويج للصادرات الوطنية. وأضاف نصار أن الصادرات المصرية شهدت تطورا ملحوظا خلال عام 2018، حيث بلغ إجماليها خلال 11 شهرا الأولى من 2018 $22.6 مليار، متوقعا أن تصل إلى حوالي $25 مليار مع ختام عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 10.6% عن عام 2017. اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام نتائج أعمال الشركة القابضة عن العام المالي المنتهي. واعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة بقيمة 138.6 مليون جنيه، إلى جانب المبلغ المسدد للخزانة العامة من الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2018-2017 والبالغ 56.6 مليار جنيه. كما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 3.3 مليار جنيه. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إنه جاري تنفيذ مستودعات تخزين المازوت بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، ومن المخطط الانتهاء منها في مارس المقبل. وأضاف الملا أن المشروع يعد بداية تأكيد على تخزين للغير، حيث ستعد المرة الأولى لاستقبال منتجات بترولية لشركات أخرى. كما استعرض الوزير النتائج الإيجابية التي حققها قطاع البترول في عام 2018، مشيرا إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة في إطار المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول. مشاهدينا، نهاية أخبار الاقتصاد في البانوراما، عودة للقراءة السياسية مع زميل شهاب شعلان بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. رفضت مفوضية الانتخابات في بنغلاديش مطالب المعارضة بإجراء انتخابات عامة جديدة، ونفت ما تردده المعارضة من حدوث تلاعب وتزوير بها. كانت مفوضية الانتخابات في بنغلاديش قد أعلنت فوز التحالف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في الانتخابات العامة بأغلبية كبيرة، وبذلك تتولى الشيخة حسينة ثالث فترة على التوالي.
وينسب إلى حسينة تحسين الاقتصاد وتشجيع التنمية، ولكنها تواجه أيضا اتهامات بشن حملة على وسائل الإعلام. في روسيا أدى انفجار بسبب تسرب للغاز بأحد المباني السكنية إلى انهيار جزئي بالمبنى، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، في حين لا يزال حوالي 40 شخصا محاصرين بين الأنقاض. وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المدينة في الوقت الذي يسابق عمال الإنقاذ الزمن للعثور على أحياء بين الأنقاض في أجواء تصل فيها البرودة إلى 22 درجة تحت الصفر. قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب 41 آخرون، وفقد نحو 34 شخصا جراء انهيارات أرضية سببتها أمطار في جزيرة جاوا بإندونيسيا. وانتشرت فرق الإغاثة في قرية سيرناري سيمي المتضررة للبحث عن المفقودين وجثث الضحايا، بعد أن تسببت الانهيارات الأرضية في طمس 30 منزلا وأجبرت 60 شخصا على النزوح إلى ملاجئ مؤقتة. وتسببت الأمطار الموسمية في وقوع عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات على نطاق واسع عبر إندونيسيا. الآن مشاهدينا، ثاني وقفاتنا مع أهم وآخر الأخبار الرياضية بعد الفاصل مع إيمان الشيخ. وبنهاية أخبار الرياضة مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. رئيس الوزراء يترأس اجتماع لاستعراض الملامح الأولية لموازنة العام القادم. دول العالم تستقبل العام الجديد 2019 باحتفالات ضخمة. الحرب في سوريا تخلف نحو 20,000 قتيل في عام 2018، وقوات الجيش تسيطر على أكثر من 60% من مساحة البلاد. ختام النشرة، إلى اللقاء.